أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنة إن شاء الله محمد رسول الله، عبده وصفيه وخالصته ونبيه، ابتعثه ربه سبحانه وتعالى بالدين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدرك منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مولقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهل. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقنا بنسبه، وحققنا بحسبه، وعرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل، ونقرع بها من موارد الفضل، واحملنا على سبيله حملا محفوفا بنصرتك، واقذب بنا على الباطل فندمغه، وزج بنا في بحار الأحادية، وانشلنا من أوحال التوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، هذا هو لقاؤنا بعد العودة من الأجازة الامتحانات، ونواصل إن شاء الله في مجلسنا هذا ما كنا قد بدأناه من شرح على سيدنا الإمام سعد الدين التفتزاني في شرحه على متن التصريف العزي. نعم، وقبل هذه الفترة التي انقطع فيها المجلس كنا قد وقفنا عند قول سيدنا السعد، أسعد الله مثواه، عند قوله والقلب ليس بقياس، أليس كذلك؟ ونواصل اليوم هذا، ونحن أذكركم فقط بهذا الكلام أو هذا الباب أو غير ذلك. نحن نتكلم في المهموس، وهو الفصل الأخير من الأفعال، وذكرنا أن حكم المهموز كما قرر الصرفيون هو حكم نظائره من الأفعال، يعني إذا كان مهموزا صحيحا فحكمه هو حكم صحيح، وإن كان مهموزا معتلا فهو حكمه حكم النوع المعتل، يعني إذا كان أجوفا فحكمه حكم الأجوف، وإذا كان مثالا فحكمه حكم المثال، وإذا كان ناقصا أو معتلا فهو حكم حكم المعتل، سواء كان ناقصا أو لفيفا مقرونا أو لفيفا مفروقا أو غير ذلك. هذا أصل الكلام في هذا الفصل، أن حكم المهموز هو حكم نظيره من الأفعال الأخرى، هذا هو. وسيدنا
الزنجاني رحمة الله عليه ورضي الله عنه ذكر أمثلة لذلك أو نظائر هذا، وهو الآن سيذكر نظيرا آخر. قال: وأسى، أسى بمعنى داوى. قال: وأسى أي داوى يأسو. أهو قال لك كدعى يده، يعني أراد أن يقول إن حكم أو إن تصاريف أسى المهموز الناقص كحكم الفعل الناقص الذي هو دعا. ووجه المماثلة أن يدعو لامه واو وأسى لامه واو أيضا، فهو أسى يأسو كدعى يدعو، فحكمه كحكمه، يعني حكم تصاريف أسى كحكم تصاريف دعا بالضبط. ثم انتقل إلى المهموز الناقص الذي لامه ياء، فإذا كان أسى يأسو لامه واو فإنه أتى بمثال آخر لامه إيه؟ ياء. قال: وأتى يأتي. أهو كرم يرمي أو قضى إيه؟ يقضي. هو هو، يبقى أراد أن يقول هذا مثل ذاك، ولكن نحن طبعا تعودنا أن نتكلم شيئا عن معاني الأفعال هذه، ومرجعنا في ذلك أو مصدرنا في ذلك هو اللسان، من باب تتمة الفائدة، من باب تتمة الإيه؟ الفائدة. فنحن دائما والحمد لله نتكلم طرفا عن الفعل من حيث المعنى ودلالاته. فأولا أسى بمعنى داوى، والأسو هو المداواة، وشوقي أحمد شوقي له بيت مشهور في هذا المعنى، وهو في سينيته التي عارض بها سينية الإمام، سينية الشاعر البحتورية، عارض فيها سينية البحتوري، والذي يقول فيها: كلما مرت الليالي عليه رق، والعهد في الليالي تقسي، وسلى مصر هل سلى القلب عنها. وسلى هنا الفعل من سأل يسال، سل بني إسرائيل، قلنا خدناها. هنا أسند الفعل إلى ألف الاثنين، وسلى أسند الفعل إلى ألف الاثنين، وسلى مصر هل سلى القلب عنها. سلى الأخرى الثانية دي سين لام ألف مادية، ألف لينة. هل سلى بالأيه؟ من الألف، من السليان والنسي، النسيان. يبقى سأ من الإيه؟ يبقى سأل الأولى بمعنى سأل، اسأل، وسأل الثانية بمعنى إيه؟ النسيان. هل سأل القلب عنها؟ يبقى هنا في جناس أهو، في جناس. وسأل مصر هل سأل القلب عنها؟ ده الشطرة الأولى. أو أسى، هو بتاعتنا دي، أو أسى اللي هي بتاعتنا دلوقتي، يعني أو أسى، هذا هو، أو أسى جرحه الزمان الإيه؟ المؤسي المداوي. أسى جرحه الزمان، لأني هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنا طردت من مصر، أحمد شوقي طرد، انتفى أو نفي إلى بلاد الأندلس بسبب الاستعمار الإنجليزي، فهو حن إلى بلده مصر، فيقول هذا هو: وسلى مصر هل قلبي نساها، هل وسلى مصر هل سلى القلب عنها. أو أسى بمعنى داوى هنا،
أو أسى جرحه، أي جرح القلب، جرح الإيه؟ القلب. الهاء هنا يعود على القلب، لأن القلب مجروح لبعده عن الأوطان، لبعده عن الإيه؟ عن الأوطان. أو أسى جرحه، جرحه ده مفعول به مقدم، الزمان فاعل مؤخر. وبعدين قال لك الزمان المؤسي، لأن أي المداوي، الإيه؟ المؤسي يعني المداوي. وسلى مصر، هل سلى القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤسي. هو ده الشاهد في المعنى، إن أسى بمعنى إيه؟ داوى. وطبعا هو المقصود إن كلما الإنسان طال غيابه عن المكان ينساه، ولكن هو بيقولك لا، ده العكس، كلما طال غيابي عن وطني ازددت شوقا إيه؟ إليه. هذه معنى الزمان المؤسي، لأن طول العهد أو طول بعدك عن المكان ينسيك المكان، هذا هو المعهود والمعروف. لكن أراد أن يثبت دلالة عكسية ويقول أن بعدي عن مصر وطول المدة جعلني أشتاق أكثر وأكثر إلى إيه؟ إليها، إلى مصر. واضح؟ واضح يا شهير؟ طيب، إيه بقى اللسان بيقول إيه فيها؟ بيقول إيه اللسان في أسى دوت؟ لسان العرب. بيقول لك هنا قال اللسان، قال اللسان رحمة الله عليه، يقال أسى يأسو، يقال أسى يأسو أي داوى، أي إيه؟ داوى الجراح. أسى يأسو بمعنى المداواة، أي داوى الجراح. والأسى مفتوح مقصور. إيه بقى مفتوح ومقصور دي يا ولد يا شيخ زايد؟ يقول لك أسى مفتوح مقصور. مفتوح يعني مفتوح العين، من أسيا أو أسوا، أسوا مفتوح العين. ومقصور يعني أراد أن يقول لك ليس بعد فائه، ليس بعد فائه ألف، يعني مش آسى، لأنه لو قال آسى لكان ممدودا، يبقى مش معنى كده مقصور ان هو مقصور في الاخر، لا، ده مقصور في الايه؟ في الاول ايضا. الممدود هو آسى بألف بعد الهمزة، فكيف آسى على قوم كقول الانبياء، ها، بعض الانبياء، هذا هو يعني أأسف وأحزن، هذا هو. فالآسى بالمد بمعنى أحزن و يعني وإيه، كما قال القرآن ويكون باخعا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، هذا هو. لكن بالقصر بمعنى الدواء. واضح؟ قال مفتوح مقصور يعني المداواة والعلاج، المداواة والعلاج اللي هو ايه؟ الأسى. الأسى مفتوح مقصور بمعنى المداواة والعلاج. وهو الحزن ايضا، وهو الحزن ايضا، ومنها قوله سبحانه وتعالى فكيف آسى على قوم. واضح؟ وأسى الجرح، أسى الجرح أسوًا، أسوًا، أسوًا تكتب بهمزة على ألف وسين ساكنة وواو عليها تنوين وألف، أسوًا. وأسًا تكتب همزة على ألف وسين منونة وألف، أسًا، لأنها من الإيه؟ من ولامها واو ك
كما تعلمون، بمعنى وأسا داواه، داواه يعني داوى المريض. قال والأسو بفتح الهمزة وسين مضمومة وواو مشددة ومضمومة، والأسو والإساء جميعا هو الدواء. والأسو والإساء الدواء. طب والجمع إيه؟ والجمع آسية. آسية، وآسية هذه اسم امرأة، آسية امرأة فرعون اسمها آسية، وما زال هذا الاسم يسمى به بعض الايه البنات او النساء. آسية. قال الحطيئة هم الآسون جمعهم، هم الآسون أم الرأس لما، هذه الشطرة الأولى، لما تواكلها الأطباء والإساء، لما تواكلها الأطباء والإساء والإساء يعني الإيه؟ الأدوية، الدواء. وتواكلها بمعنى تعهدوها وكفلوها، وكفلها زكريا بمعنى تعهدها وانشغل بأمرها، هذه معنى التواكل، تواكلها الأطباء والإساء. واضح يا طلاب العلم؟ يبقى هنا أسى يأسو بمعنى إيه؟ داوى يداوي، هذا هو. نعم. طيب إيه أصل أسى؟ أصلها أسوى. أصلها إيه؟ أسوى. طب إيه اللي خلاها أسى؟ معروف لديكم جميعا، وهو أن الواو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، هذا الإعلال المشهور عند طلاب العلم جميعا. أسوى، تحركت الواو وانفتح ما قبلها زي دعوة بالضبط كما قلنا قبل ذلك. طيب والمضارع قال لك يأسو، إيه أصله الأصيل؟ قال لك يأسو، أصله إيه؟ يأسو بضمة فوق الواو، ولكنهم استثقلوا الضمة فوق الواو هذه فحذفوها تقديرا وقالوا يأسو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الإيه؟ الثقل، لأنه جائز أن تقول يأسو، جائز ذلك كما تقول يدعو، ولكنه ثقيل في اللسان فقدروا الضمة لأنها ثقيلة، هذا هو. واضح؟ طيب تعال نشوف الفعل الثاني، قال لك أتى يأتي. أتى يأتي، إيه أتى ديت؟ قال لك الإتيان هو المجيء، الإتيان يا أولاد هو الإيه؟ المجيء. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقلنا قبل ذلك أمر الله، هنا المفسرون ذكروا فيها أقوال جميلة، منها أمر الله هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو الإسلام الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس المراد به أتى أمر الله يعني الساعة، وهذا تفسير، ولكن التفسير الآخر للعلماء قال أن الإتيان هنا هو الدين، هو الإسلام الذي ختم الله به سائر الأديان، لأنه يشتمل على سابقيه، على الأديان السابقة والشرائع السابقة وزيادة، هذا هو. واضح؟ طيب قال أتى، الإتيان هو المجيء، يعني المجيء. يقول اللسان أتيته أتيا، أتيته أتيا، وأتي أتي، أتيته أتيا وأتيا،
وإتيانا. يبقى إتيان دي هي الأخيرة خالص، دي مشهورة. أتى أتيان، أتيته أتيان وأتيان وإتيان وإتيانا، كل دي مصادر. نعم. قال الشاعر: فاحتل لنفسك قبل أتي العسكري. يعني العساكر لما تيجي احتل لنفسك، أي كتهرب إيه؟ كي تهرب منهم. هذا هما. وفي الحديث عن سيدنا رسول الله، ده كلام اللسان يا واد يا محمد. وفي الحديث: خير النساء المواتية لزوجها. خير النساء المواتية. يعني ايه المواتية؟ يعني المطاوعة. لأن الإتيان، لأن المجيء طوع، المجيء في ذاته هو طوع ومطاوعة. فقال لك خير النساء، سيدنا رسول الله يقول لك خير النساء المواتية لزوجها، يعني المطاوعة لزوجها الطائعة، وطاعت زوجها وأطاعت زوجها. يعني الحديث معروف: من أي امرأة ها صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. مش ده الحديث هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ يقول لك خير النساء المواتية لزوجها. ثم قال اللسان تعقيبا على الحديث: او المواتاة احسن المطاوعة. كمان ما في مطاوعة يعني بتزمجر في مطاوعة عن غير طيب نفس، لا، وفي مطاوعة عن طيب ايه؟ عن طيب نفس. وده اللي قاله ربنا: ولا تقل لهما ايه؟ اوف. لان من الممكن ان تطيع امك وانت فيك ضجر او فيك الم، لكن وهي تشعر بهذا الالم فيعد عقوقا، فيعد عقوقا. تقول لها: يا انا اطعتك اهو، ها انا قد اطعتك، لكن انت اشعرتها بانك فعلت الامر وانت متزمجر، فيعد عقوقا كما قال العلماء. لو شعرت فقط بانك تفعل عن غير رضا فهذا عقوق، سواء للاب او للايه او للام، فهذا ايه يا اولاد؟ عقوق. يقول لك اللسان، يقول لك ايه؟ يقول لك والمواتاة احسن المطاوعة. يبقى في مطاوعة غير حسنى، واضح؟ احسن المطاوعة والموافقة. واصلها الهمز. يعني ايه اصلها الهمز؟ لانها من اتى. المواتاة اصلها المؤاتاة، اصلها الهمز يعني مهموزة لانها من اتى، لكن صارت بعد ذلك تقال بالواو الخالصة، حتى كما قال اللغويون حتى تنوسي أصلها. حتى إيه؟ تنوسي أصلها. الأصلها اللي هو بالهمز، تنوسي بين الناس أو بين متكلمي العربية. يبقى المواتاة أصلها المؤاتاة، ولكن صارت تقال بالواو الخالصة دون الالتفات إلى أصلها، واضح؟ نعم. قال: وأصلها الهمز فخفف وكثر. أو خفف الهمز يا عليم إلى الواو، وكثر أي وكثر استعمالها بالإيه؟ بالتخفيف. وكثر استعمالها بالتخفيف. نعم. حتى صار يقال، هذا الكلام اللسان يا أولاد، حتى صار يقال بالواو الخالصة، هذا هو. ثم قال: والإتيان الإعطاء. والإتيان الإيه؟
الإعطاء. يقال لفلان أتو، أتو يعني لفلان عطاء، أي عطاء. وفي التنزيل وأوتيت إيه؟ وأوتيت من كل شيء، ولا عرش. قال المفسرون رحمة الله عليهم وأوتيت، أي وأوتيت من كل شيء شيئا، لأن وأوتيت من كل شيء فقط كده يبقى هي مكان، يبقى لها ملك سليمان، صحيح؟ لكن هل كان لها ملك سليمان؟ ما كانش لها ملك سليمان. يبقى الآية على إيه؟ على الحذف، وأوتيت من كل شيء شيئا، ها؟ يبقى على حذف المفعول به. طب إيه اللي بيدلنا؟ قال لك يدل السياق الآيات، لا يدل إيه؟ سياق الآيات. لا إزاي سيدنا سليمان أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما إيه؟ مما آتاكم، يعني لنا الله أعطانيه خير مما أعطاكم. يبقى ومعنى هذا يثبت أن الآية على الحذف، يعني وأوتيت من كل شيء شيئا، شيئا قليلا. ملكة، لكن التاني نبي، نبي وملك، ها، عليه السلام. نعم. طب يقول لك ورجل ميتاء، يعني معطاء، أصلها إيه يا وادي إندونيسي؟ مئتاء، أصلها إيه؟ مئتاء، واضح؟ نعم. وقد قرئ، وهذه آخر شيء نذكرها، وقد قرئ وإن كان مثقال ذرة من خردل أتينا، وقرئ يا شيخ فخري آتينا، وإن كان مثقال ذرة من خردل أتينا وآتينا، قراءتان، أتينا يعني جئنا بها، أتينا يعني إيه؟ جئنا بها، ها؟ وآتينا يعني جازينا عليها وأعطينا عليها. وغد بالك يا أفيقة، يبقى إيه؟ فيها قراءتان، وإن كان مثقال ذرة من خردل في حرف الأنبياء، وإن كان مثقال ذرة أتينا وآتينا بالقصر والإيه يا أولاد؟ والمد، أهو أتينا وآتينا. أتينا بها يعني جئنا بها وحاسبنا صاحبها عليها، ها، في كتاب لا يضل ربي ولا إيه؟ ولا ينسى، ها، كفى بنفسك اليوم عليك، هو ده، أدي أتينا بمعنى أعطي، بمعنى إيه؟ جئنا، على وزن أفعلنا بالقصر. طيب القراءة الثانية يا واد يا أيمن، يقول لك وآتينا بها يعني إيه؟ جازينا وأعطينا بها أجرا وثوابا لصاحبها، ويكون حين، وتكون حينئذ على وزن فاعلنا بالمد. يبقى مرة بالقصر، قراءتان، مرة بالقصر ومرة بالإيه؟ بالمد، هو ده، واضح؟ فهمنا يعني إيه أتى بقى؟ هذا هو. طيب نعم، أتينا فعلنا، أتينا أفعلنا، أتينا فعلنا، آسف، فعلنا، آسف. والتانية آتينا فعلنا بالمد وبالإيه؟ وبالقصر. لا ما فيش هكذا. طيب هذا هو. قال وأسى أي داوى، يأسو كدعا يدعو، وأتى يأتي كرمى رمي، وأصلها أتيا، تحركت الياء أيضا وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا فصار الفعل الماضي أتى، ويأتي أصلها يأتي، وبرضو حدث فيها ما حدث من إيه؟ من حذف الضمة استثقالا، لأنهم استثقلوا الضمة، وهكذا.
واضح؟ والتصاريف هي التصاريف يا طلاب العلم. قال الإمام الزنجاني رحمة الله عليه في المذهب: والأمر إيتي، من أتى إيتي، وأصلها إئتي، وأصلها إيه؟ إئتي. قلبت الهمزة ياء كما حدث في إئمان، كما حدث في إيه؟ إئمان، فقلنا إيمان. واضح؟ طيب. ومنهم من يقول، يعني ومن العرب من يقول تي على وزن عي، وهقولها دلوقتي كيف جاءت تي هذه. واضح؟ تشبيها لها بخذ، فأصلها ائتي، أصلها إيه؟ ائتي. طب الهمزة دي اللي هي الفاء، ائتي، يعني اللام حذفت لأن الأمر يبنى على حذف العلة، أليس كذلك؟ فاللام محذوفة بناء، تمييز، بناء دي كلمة تعرب تمييز. طيب نيجي نشوف الفاء، التاء دي هي العين، أين الفاء؟ قال لك حذفوها كما حذفوا الهمزة من إيه؟ من خذ ومر اللي احنا قلناها، يعني حذفوها ايه يا شيخ فخري؟ قال لك حذفوها اعتباطا، حذفوها ايه؟ اعتباطا، من غير سبب، اهو الواد مذاكر، زي اعتبط الناقة يعني ذبحها من غير علة، كما قلنا في اعتبط الناقة ذبحها من غير ايه؟ من غير علة. هل أنت، هل هي مريضة؟ قال لك لا مش مريضة. طب عندك أضياف؟ لا ما عندوش أضياف. طيب هل تحتاج إلى طعام لك ولأولادك وزوجك؟ قال لك لا. طب لماذا ذبحتها؟ قال لك ذبحتها اعتباطا، يعني من غير علة، عشوائية كده، حاجة كده. فيقول لك منها برضو إيه؟ خذ. الهمزة دي حفزوها، حذفوها من غير علة، قالوا لكثرة الاستعمال، قالوا لإيه؟ لكثرة الاستعمال، فقالوا خذ. واضح؟ فمن العرب من يقول تي تشبيها له، يعني تشبيها بالفعل هذا له، إلى الهاء تعود على هذا الفعل اللي هو فعل الأمر، له الهاء تعود على تي اللي هو فعل الأمر الذي هو تي على وزن إيه؟ عين. تشبيها له بخذ. ثم قال: ووأى يأي، ده مثال آخر بقى، ده فعل آخر ينتقل إلى فعل آخر من المهموز الذي هو نظير اللفيف المفروق، زي وأى، هي الواو علة واللام والألف علة برضو، يعني فاؤه ولامه علة، وعينه همزة، وعينه ايه؟ يبقى هو مهموز، ولكن من قبيل الايه؟ اللفيف المفروق. واضح؟ وأى يأي كوقى يقي، اهو راح جاب لك النظير بتاعه من وقى يقي. وأوى يأوي أيا، أوى يعني برضو مهموز ولكن من قبيل الايه؟ اللفيف المقرون، من قبيل الايه؟ اللفيف المقرون. اوى فاؤه همزه وعينه واو ولامه ايه؟ ياء. واضح؟ يبقى هو من مهموز ومن قبيل اللفيف المقرون، كما ذكر اللفيف المفروق ذكر اللفيف المقرون. قال: ووأى يأي كوقى يقي، ثم انتقل إلى اللفيف المقرون. وأوى يأوي أيا،
زي ايه نظيره بقى يا واد اندونيسي؟ قال لك كشوى يشوي شيا، واحنا خدنا الكلام ده، شوى يشوي شيا اصلها شويا، واضح؟ وهقول الكلام ده تاني. والامر ايوي 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 يا زيد، هذا اصلها اقوي، اصلها ايه؟ اقوي يا زيد. وبعدين انتقل الى مثال اخر، ونأى ينأى. طب ما نأى ينأى ديت قالها قبل ذلك. نأى ينأى ده مهموز، مهموز ناقص، مهموز ايه؟ ناقص. ولامه ايه؟ ولامه ياء. طب ما هو اتى، اتى بكلمه اتى، قدم لنا قبل ذلك اتى، فلماذا اعاد المهموز الناقص مره ثانيه؟ مفهوم السؤال؟ لانه نظر للمهموز الناقص يا زياد، نظر له باتى ياتي، ثم نظر له مره ثانيه بايه؟ بنأى، بنأى ينأى. ما هو كلاهما مهموز، وكلاهما ناقص، وكلاهما لامه ياء. طب لماذا نظر له بمرتين؟ قال لك لأن الأول أو التنظير الأول من باب قضى يقضي، من باب إيه؟ قضى يقضي. طب والتاني؟ قال لك من باب سعى يسعى، من باب ايه؟ سعى يسعى، ورعى يرعى. اهو قال لك ايه؟ ونأى ينأى كرعى يرعى. يبقى في خلاف ولا لا؟ في خلاف، واضح؟ زي قال، قال بالضبط كده، قال ديت ايه؟ ألفوها ايه؟ واو، صح؟ طب ايه مضارعها؟ يقول. طب خاف ألفوها ايه؟ واو. طب ايه مضارعها؟ يخاف. يبقى الاثنين زي بعض، يبقى لا، لا ده هذا له شأن وذاك له شأن اخر، هذا هو، واضح؟ يبقى لذلك نظر للمهموز الناقص معتل اللام بالياء مرتين، لان الاول او التنظير الأول من باب قضى يقضي، والتنظير الثاني من باب رعى يرعى أو سعى إيه؟ يسعى. يبقى في خلاف ولا لا؟ يبقى في خلاف، واضح؟ أقول مرة ثانية، مفهوم يا شاهران؟ طيب نقرأ مرة ثانية إيه المتن. قال الإمام الزنجاني رحمة الله عليه في صلب الكتاب: والأمر إيتي، ومنهم من يقول تي تشبيها له بخذ، ووأى يأي كوقى يقي، وأوى يأوي أيا، كشوى يشوي شيا. والأمر إيوي، ونأى ينأى كرعى يرعى. انتهى. نأتي إلى الشرح. قال الشارح رحمة الله عليه سيدنا الإمام السعد، أسعد الله مثواه، قال: والأمر إيتي، يعني والأمر من أتى يأتي إيتي. إيه أصلها دي يا أولاد؟ أصلها إئتي بهمزتين، اجتمعت همزتان في أول الكلمة والثانية منهما ساكنة، فقلبت الثانية حرف مد ولين من جنس حركة الهمزة الأولى، فقالوا إيتي، كما فعلوا في إيمان فقالوا إيمان، وكما قالوا في أأدم فقالوا آدم، وكما قالوا في أؤمن بالله ورسوله قالوا أؤمن بالله. هذا هو، واضح؟ طيب. وأصله إئتي، قلبت الثانية ياء
كإيمان، يعني يذكرك بقاعدة إيمان هذه التي مرت، ولذا ذكره هذا هو. لكن طبعا هنعود إلى اللسان كالعادة يا طلاب العلم في إيه؟ في هذا في أتى هذه. أولا الأصل منه أتى يأتي، يعني أنا كتبت كده حاشية بسيطة فقط من أجل التذكرة، لكن أنا أعلم أنكم تعلمون إن شاء الله من باب إيه وذكر. أصل الفعل أتى يأتي هذا هو. طيب إذا أردنا أن نصرف الأمر، إذا أردنا أن نصرف الأمر من يأتي حذفنا ماذا؟ حذفنا أولا حرف المضارعة، أليس كذلك؟ ثم حذفنا اللام التي هي ياء بناء، لأن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، والمضارع المعتل يجزم بحذف حرف العلة هو الناقص، أليس كذلك؟ ما الذي تبقى من الفعل؟ تبقى همزة ساكنة، صحيح؟ وتاء، وتاء مكسورة. تبقى همزة ساكنة وتاء مكسورة، وهذه الصورة الصوتية لا يمكن النطق بها لأنها تبدأ بساكن. طيب إيه اللي بيحدث عندئذ يا شيخ نجوم؟ قال لك يؤتى بإيه؟ بهمزة الوصل التي توصلنا لنطق الساكن الصحيح بعدها، ولذلك سماها الخليل ايه برضو بذكر سلم الايه سلم الوصول، الله يفتح عليك، سلم الوصول. خلاص بقى الفعل ايه؟ ائتي، ائتي بهمزة وصل مكسورة وهمزة ساكنة وتاء مكسورة، ائتي، واضح؟ طيب يعني عملنا ائتي ايه؟ خليناها ايه؟ ايتي. يبقى هذا هو الذي قاله، ولكن انا جبتها من ايه؟ من الاساس. مفهوم؟ مفهوم. طيب. ثم كلمه الياء لكسره خلاص ورايت، وهي لغه شهرة. وهناك لغه اخرى بقى يا اولاد. في لغه ثانيه. لغه باننا الأمر من إيتي تي. ما الذي حدث فيها؟ الذي حدث فيها كما قلت في أثناء المتن أن الهمزة هذه التي هي فاء الفعل قد حذفت. الهمزة هذه قد إيه؟ حذفت. طيب ما علة حذفها؟ لا علة. قال لك اعتباط. كما حذفوها من إيه؟ من خذ ومر وسل، واضح؟ حذفوها اعتباطا. ليه؟ قال لك لكثرة الاستعمال. قال وهي لغة شهرة. وهناك أخرى، يعني لغة أخرى، هذا قولي، هي أنهم يحذفون أيضا الهمزة الثانية حذفا اعتباطيا، كما حذفوها من خذ، وهم يستغنون عن همزة الوصل، ثم يستغنون عن همزة الوصل. لما حذفوا الهمزة الثانية الساكنة التي هي فاء الفعل حذفوها اعتباطا، لم يعد هناك حاجة إلى همزة الوصل، لأني المقتضي الذي من أجله جئنا به زال، وهو التوصل إلى نطق الساكن الصحيح. طب الساكن الصحيح ده حذف اعتباطا، هل هناك حاجة إلى همزة الوصل؟ ليس هناك حاجة إلى همزة الوصل، فحذفت، فبقي الفعل على حرف إيه؟ على حرف واحد هو تي. واضح؟ هذا هو. طيب هنا يقول ابن جني كلام جميل، هو نفس الكلام اللي قلناه، بس ده كلام ابن جني بقى نؤصل به ايه؟ نؤصل به الكلام.
قال ابن جني رحمة الله عليه: حكي أن بعض العرب، أو لغة تانية، حكي يا علي أن بعض العرب يقول في الأمر من أتى تي زيدا، يعني ائتي إلى زيد، فزيدا منصوب على نزع الخافض، واضح؟ تي زيدا، فيحذف الهمزة تخفيفا كما حذفت من إيه؟ من خذ. هو قال كلام ابن جني في الخصائص: كما حذفت من خذ وكل، وكلوا واشربوا، وكل ومر، يعني أؤمر. هذا هو. قال الشاعر، بيستشهد ابن جني ببيت من الشعر، قال الشاعر: تي، تاء واحدة، تي لي آل زيد، يعني يا آل زيد، يعني ائتوا إلي يا آل زيد، تي لي يا آل زيد، فأبدهم إلى جماعة. نعم. وسل آل زيد أي شيء يضيرها، يعني بيت من الشعر ربما لم أقف على معناه وعلى قائله، هذا ذكره في الخصائص، لكن الشاهد منه أنه أتى بتي على حرف إيه؟ على حرف واحد. واضح؟ هل هناك سؤال؟ تي زيدا معناه أستاذ؟ إيتي إلى زيد، أو تي زيدا، أو إيتي إلي يا زيد، تي هذا هو، يعني من أتاك فقد أتيته كما قال اللسان. من أتاك فقد أتيته، من أتاك فقد أتيته كما قال اللغويون: من لقاك فقد لقيته، من لقاك فقد لقيته، ومن أتاك فقد أتيته. هذا هو. واضح؟ إيه؟ البيت. أقول مرة ثانية، حاضر. تي تاء مكسورة، هي حرف واحد. لي جر مجرور. آل زيد يعني يا آل زيد، منادى عزفت منه الأداة. فأبئدهم، فبئدهم لي جماعة، جماعة منصوب على المفعولية الثانية، مفعول به ثاني. نعم. وسل آل زيد، الشطرة الثانية، سل من سأل، آل مفعول به، وسل آل زيد أي شيء يضيرها، وسل آل زيد أي شيء يضيرها، يضيرها من الضير، قالوا لا ضير، يضيرها. هذا البيت استشهد به ابن جني على هذه اللغة التي يحذفون فيها الفاء ويكتفون فيها بالإيه؟ بالعين التي هي التاء. واضح؟ مفهوم يا طلاب العلم؟ طيب. يضيرها بمعنى يحزنها ويتعبها، يضيرها يعني يتعبها ويحزنها، أي شيء يضيرها يعني يحزنها ويتعبها ويؤلمها. هذا هو. واضح يا واد يا محمد؟ فاهم ولا نائم؟ فاهم. ها؟ ولا عايز تأكل؟ لا. هذا هو. ها؟ إيه سؤال يا أولاد؟ إيه السؤال؟ قول يا شيخ فخري سؤالك. مولانا الشيخ فخري، بسم الله، لك سؤال يا شيخ فخري. مولانا، نعم. كل ما يعل بعلة اعتباط، كل ما يعل بعلة اعتباط يجوز أن يقال نسيا منسيا؟
لا لا، جميل أوي السؤال ده، سؤال يدل على ذكاء وفهم بعمق للأمور المسائل، فتح الله عليك وزادك الله. بيسأل سؤال جميل جدا، بيقول لك هل كل ما حذف اعتباطا هل يجوز أن نقول عليه نسيا منسيا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الـ 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 هذا المصطلح اللي هو نسيا منسيا عند العلماء هو له علة، حذف أو هذا المصطلح الذي يقال هذا الحرف صار نسيا منسيا حذف لعلة، ولكن تنوسي الأصل كما قلت في المواتاة. الهمزة صارت نسيا منسيا عند العلماء واللسان ذكر ذلك، لكن هل هنا نقول إنه الهمزة حذفت أو غير موجودة اعتباطا؟ لا مش اعتباطا، ده العلة وعلة التخفيف، تمام؟ يبقى لا علاقة بين الاعتباط وبين كون الشيء المحذوف صار نسيا منسيا. فهمت؟ فهمت؟ هذا هو. لكن تريد أن تعقب وتقول شيئا، فضل. في مثل يد، لفظ يد ولا ويحذف الياء، تحذف اللام، اللام يحذف، تحذف مش اعتباطا لثقلها. نعم، وصارت نسيا منسيا مش اعتباطا، استثقلوا الواو او الياء، لان في رايين عند اللغويين يد ودم، هل هي واو او ياء؟ رايان عند اللغويين. اصله ايه؟ اصله يعني يجوز هذا ويجوز ذاك، يعني هناك رايان عند اللغويين ان كلمه يد هذه اما ان تكون يدوى او يديا، كلاهما عند اللغويين رايان، تمام؟ والارجح كما قال اللسان يديا بالياء، هذا هو. وكذلك دم دموا ودميا، حذف ياء يسمى نسيا منسيا، صار نسيا منسيا خلاص، لكن لعلة واستثقال. هذا وفي كلمات تكون فيها لغة النقص، لغة الايه؟ النقص، زي هنوك هنوكا وهناك وهنيك، هذا هو. فيها لغة الايه؟ النقص، وفيها لغة التم، واضح؟ هذا هو. بارك الله فيك، زادك الله علما. في سؤال اخر يا اولاد؟ قول يا ايمن. عليم، لك سؤال يا عليم؟ فاهم الحمد لله. مهيمن، شيخ نجوم، فاهم يا شيخ نجوم؟ يا واد اندونيسي، لك سؤال؟ فاهم يا واد؟ انت نائم. لا انت نائم اليوم. لا لا بس فاهم. انا اشعر بك. فما وديت لها قصة تانية أو لها كلام آخر، يعني في فم وشفة ديت فيها كلام آخر، بس ليس من هذا الباب. نعم. ها يا زياد، قول سؤالك. زيد الخير، لك سؤال؟ خلاص يا شهيران، شهير، عزام، إقبال، خلاص. طيب. قال: والأمر إيتي، وأصله إئتي، قلبت الثانية ياء كإيمان، ولذا ذكره. ومنهم من العربي في اللغة الأخرى من يحذف الهمزة الثانية ثم يستغني عن همزة الوصل، لأن همزة الوصل لم يعد لها احتياج، خلاص
السبب الذي جئنا بها من أجله زال فتزول، زالت العلة فيزول المعلوم، صح؟ هذا هو. ويقول تي يا رجل كقي، وفي الوقف برضو يقول ايه تي بهاء الايه يا اولاد؟ بهاء السكت، زي ما قال قي. وقلنا الكلام ده مسألة طويلة قلناها، وذكرنا اقوال الايه الصرفيين، وذكرنا كلام احمد الشيخ احمد ابن قنقوز وغير ذلك. واضح؟ طيب. تشبيها له بايه؟ بخذ. هذا هو. طب ناتي الى الفعل الاخر بقى، يقول لك ووعى اي وعد. وعى يئي كوقى يقي، واصله يئي يوئي. يقول لك يا اولاد وعى ده من باب ايه يا شاهران؟ قال لك من باب ضرب يضرب، من باب ايه؟ ضرب يضرب. وعى اصلها وعيا، اصلها ايه يا محمد؟ وعيا. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء الفا فصارت وعى على وزن فعل. وبعدين اصلها يوئي على وزن يضرب، نظير ايه؟ يضرب. يوئي يو ياء مفتوح وواو ساكنة وهمزة مكسورة وياء مضمومة. يوئي على وزن يضرب بالضبط كده. طب ايه اللي حدث يا ولد؟ قال لك الواو وقعت بين عدوتيها، صحيح؟ الواو وقعت بين ايه؟ فحذفت الواو بقت يائيو، وبعدين استثقلوا الضمة على الياء فحذفوها استخفافا يعني طلبا للخفة، فصار الفعل يائي على وزن يعل. هذا هو. واضح؟ طيب دعنا شوف بقى سيدنا اللسان يقول لك ايه فيها في وقى ديت. يقول لك ووقى اي وعد اللسان يا واد يا محمد. يقول لك وعد وقد وقى وقيا على وزن فعلا، اي وعد، اي وعد. وبعدين يستشهد بحديث سيدنا عمر، يقول لك وفي حديث عمر، اللسان يقول لك كده، وفي حديث عمر رضي الله عنه من وقى لامرئ بوقي فليفي به. من وقى لامرئ، ده كلام سيدنا عمر لما تولى الخلافة، لما بيجي ينصح الولاة والناس في خطب الجمعة وغير ذلك، يقول لك من وقى لامرئ بوقي يعني بوعد فليفي، اللملم الأمر هنا فليفي به، فليفي من الوفاء. وإذا وعد إيه؟ أخلف، اللي هو عكس اللي هو المنافق. لكن المؤمن لا يفي. ولذلك سيدنا عمر كان بينصح الرعية من وقى لامرئ بوقي فليفي به. هذا هو. وفي حديث اللسان برضو كلام اللسان، وفي حديث سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يقول، سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول كان لي عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأي، كان لي عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأي أي وعد. ده حديث عبد الرحمن بن عوف هكذا. وبعدين يقول لك وفي حديث أبي بكر برضو كلام اللسان من كان له عند رسول الله في 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 إيه؟ في مرض الوفاة، في مرض الوفاة يا أولاد. سيدنا أبو بكر قال هذا في مرض وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول من كان له عند
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأي فليحضر، يعني يأتي عشان نديله الايه الوأي بتاعه أو الوعد. من كان في مرض الوفاة، من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأي فليحضر، هذا هو. وفي حديث وهب، سيدنا وهب بن منبه صاحب الصحيفة، الحديث قرأت في الحكمة أن الله تعالى يقول، الحديث في صحيفة سيدنا وهب يقول لك أن الله تعالى يقول إني قد وأيت، حديث قدسي، إني قد وأيت على نفسي أن أذكر من ذكرني، يعني قطعت على نفسي قطعا ووعدا أن من ذكرني ذكرته إيه في ملأ خير منه، مش الحديث القدسي كده؟ أهو نفس الحديث أهو. أني قد وإني قد وأيت على نفسي أن أذكر من ذكرني، عداه بعلى، قال اللسان عداه بعلى، ده كلام اللسان، عداه بعلى لأنه وأيت على، وأيت على نفسي، فيكون اللسان عداه، يعني عد الفعل وأيت بعلى لأنه أعطاه معنى جعلت على نفسي، يعني تضمين، من باب الإيه؟ من باب التضمين، كلام اللسان يا واد يا نجوم، فاهم؟ قال اللسان عداه بعلى لأنه أعطاه معنى جعلت على نفسي وقطعت على نفسي، هذا هو يا شهير، فاهم يا إقبال؟ فاهم يا حبيبي؟ لك سؤال؟ بارك الله فيك، زادك الله. نعم، وخلاص قلناها أصلها وآيا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها وهو إلى، خلاص قلنا كان واضح؟ هل هناك سؤال في وآ؟ ها طيب، قال ووآ أي وعد يأي كوقى يقي، يعني تصاريفه كتصاريف إيه؟ وقى يقي، بالضبط كده زي ما خدناها في وقى، خلاص. وأصل يأي يوئي، قال هكذا حذفت الواو كحذفها من يقي، لأنها يقي أصلها يوقي، أليس كذلك؟ قلناها خلاص قبل ذلك. ولا فائدة من ذكر الأمر، ليه يا أولاد؟ قال لك لأن الأمر زي الأمر الثاني، خلاص معروف، هنذكرها ليه؟ لكن أنا ذكرتها لكم، واخد بالك؟ طيب نيجي نشوف بقى ايه الامر. قال او قوله، قول سيدنا السعد ولا فائدة من ذكر الامر، فان المصنف رحمة الله عليه لا يذكر شيئا من التصاريف غير الماضي والمضارع الا وفيه امر ايه؟ طب هنا ما فيش امر زائد، طب يذكره ليه؟ ارجع لنظيره وانت تعلم، هذا هو، لكن أنا سأذكره لكم من باب تتمة الايه الفائدة. نعم، الأمر منه أي من يأي هو إي بس، همزة زي قي وزي تي، واضح؟ هذا هو. تقول إي يا رجل، إي يا رجل، أو إي يا زيد، همزة مكسورة على وزن إيه؟ عين. وبعدين تقول إي يا زيداني، عملنا إيه هنا يا أولاد؟ من يقول؟ رددنا المحذوف كما ذكرنا قبل ذلك، مفهوم؟ بيعا، واضح؟ فاكرين ده؟ بيع، وقلنا ان الـ يعود المحذوف مع الف الايه؟ مع الف التثنيه، ويعود المحذوف مع ايه كمان؟ مع نون التوكيد، لان نون التوكيد تنزل منزله الضمير الايه؟ المتصل. فاكرين المساله الكبيره دي طويله؟ هي دي. وايه
يا زيدان على وزن علا. ايا مش ايا، ايا دي ضمير تاني بقى بتاع اياك نعبد. ما تقولش ايا، تقول ايا بالتخفيف على وزن علا. يا رجلان ويا زيدان على وزن ايه؟ علا. هذا هو. طيب برد اللام كما ذكرنا من قبل، ده كلامي انا، برد اللام كما ذكرنا من قبل، ونقول او على وزن ايه؟ كو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. او زي ايه؟ كو على وزن او. واضح يا شهير؟ طيب يا رجال، او يا رجال على وزن او. ايه اصله الاصيل بقى يا ولد؟ اصله الاصيل او الوصول الى او لها ثلاث طرق، طريقان من الماضي وطريق من المضارع. انا بفهمكم عشان يبقى ده اصل ليكم ان شاء الله، يبقى يعني تفهمونه جيدا حتى اذا ظهر امامكم شيء من هذا القبيل تعرفون كيف توصل الى هذا الشيء، لان في طرق، فهناك طريقان من الماضي وطريق من الايه؟ من المضارع. وهقولهم الثلاثه عشان من باب التعليم والتاسيس في علم الصرف، لان انا ان شاء الله اؤسسكم في علم الصرف ان شاء الله باذن الله تعالى. اسال الله القبول والتيسير، وقل ان الفضل بيد الله، هذا كله، والعلم هذا من الله، ففهمناها ايه؟ سليمان. وعلم ادم الاسماء، هو ده. وانا هقولها النهارده ان شاء الله في سيدنا السيوطي، ودي فيها مساله. طيب يقول لك هنا ايه يا شيخ اقبال؟ يقول لك اصلها اودي، اصلها ايو. ايو صحيح؟ ايو ايو همزه، همزه مكسوره وياء مضمومه وواو الجماعه والالف بتاعت واو الجماعه. ايو. طب عملوا ايه؟ قال لك استثقلوا، هذا الطريق الاول، الطريقه الايه؟ الطريق الاولى، الطريق الاولى، الطريق مؤنث يا اولاد. امر من امر ايه؟ هذا الطريق من الامر، من الامر. الطريق الاولى. استثقلوا الضمه يا افيقه على الياء. طب وبعدين؟ فحذفوا الضمه فصار الفعل همزه مكسورة، همزة قطع طبعا مكسورة، وياء ساكنة وواو الضمير ساكنة، التقى ايه؟ ساكنان، فحذف الساكن الأول لأنه محل التغيير والإعلال، واو الإعلال الأربعة لأنهم زمان خالص. صحيح؟ هي موجود الشيخ ياسر. الشيخ ياسر مش عارف ما بيجيش ليه، والله حزين إن هو لا يأتي. رده الله إلينا ردا جميلا، آمين يا رب العالمين. طيب فحذفوا الياء فصار الفعل إيو بهمزة قطع مكسورة وواو ساكنة إلى واو الضمير. الخطوة التي بعد ذلك قلبوا كسرة الهمزة إلى ضمة لكي تناسب الواو، فصار الفعل أو على وزن ايه؟ قوا انفسكم واهليكم. واضح؟ دي طريق، ده الطريق الاولى من الامر. طب الطريق الثانيه من الامر برضو اصلها ايه؟ يقول لك ايه؟ نقلت حركه الياء الى الهمزه من باب الهجوم، من باب الايه؟ الهجوم. يعني اسقطوا حركة ضمة الياء اسقطت كسرة الايه؟ الهمزة، من باب الهجوم. وبعدين صارت الياء ساكنة
ما هي هي بس هنا من باب الايه الهجوم. فصارت الياء ساكنة والواو الضمير ساكنة فحذفوا الياء وصار الفعل او على وزن او يعني على نظير قو انفسكم واهليكم نار. يبقى ادي الايه الطريق الثانية من الامر. طب نيجي بقى الطريق الثالثة اللي هي من المضارع بقى. بدل ما نجيب الامر لا نجيب المضارع اصلا. الفعل ايه؟ يعني قلنا الفعل ده من باب ضرب يضربه أليس كذلك؟ يبقى لما أجي أسند هذا الفعل إلى المضارع يبقى أقول إيه؟ يأويون أهو نعم يوئيون يوئيون أصله الأصيل يوئيون على وزن يضربون يوئيون نظيره يضربون على وزن يفعلون واضح؟ طيب على وزن يوئيون على نظير يضربون هذا هو. طيب. أول هام حذفت الواو هذه أول خطوة هي من المضارع حذفت الواو ليه؟ لوقوعها بين عدوتيها يبقى أصله الأصيل يوئيون ياء وواو ساكنة وهمزة مكسورة فوقعت الواو بين الياء والكسرة وهما عدوتان فحذفت الواو فصار الفعل إيه؟ يئيون فصار الفعل يئيون على وزن يعلون مش هننظره بقى بيضربون خلاص لان الضاد ديت ما اتحذفتش هنوزنه بقى مش هننظره ما هو تنظير نجيب فعل زيه زي يضربون كده يئيون نظيره يضربون لكن لما اقول يئيون يبقى نوزنه ملوش نظير في الصحيح ملوش نظير يا زياد في الصحيح يبقى نوزن بقى يبقى يئيون على وزن يعلون ادي اول خطوه عملناها. طيب يئيون حذفت الضمه استخفافا الهمزه والسين والتاء دي للطلب يعني طلبا للخفة لأنها ثقيلة على الياء فصار الفعل ياء مضارعة مفتوحة وهمزة مكسورة وياء ساكنة وواو الجماعة ساكنة ونون نون الرفع التقى ايه حذفت الايه حذفت الياء نعم ثم حذفت الياء التي هي اللام لالتقاء الساكنة فصار فعل يائون يائون ياء مفتوحة مضارعة وهمزة مكسورة وواو ساكنة واو الضمير والنون نون الرفع. طيب وبعدين ايه همزة مكسورة جه بعدها واو نعمل ايه لا تستقيم صوتيا لا تستقيم او لا يستقيم هذا التتابع صوتيا لان الكسرة حركة امامية والضم حركة ايه خلفية لا يتجاوران فنقول لك نقلب القسرة ضم فصار الفعل يؤون صار فعل ايه؟ يؤون يبقى ياء مضارعة مفتوحة وهمزة مضمومة وواو الضمير ونون أليس كذلك؟ طيب إذا صرفنا أو إذا أردنا أن نصرف الأمر من يؤون نحذف ايه؟ نحذف الياء المضارعة والنون فصار الفعل يؤون على وزن قوة أنفسه
أو عود. يبقى هناك ده الطريق بإيه؟ الطريق الثالثة من المضارع. يبقى تصل إليه من ثلاث طرق. أو أصلت لكم الفعل من ثلاث طرق. واضح؟ أكرر؟ ها؟ أكرر يا أولادي؟ من أراد أن يسأل أو أكرر لا بأس. من يسأل أو أكرر. مولانا. نعم يا حبيبي. بسم الله. يأيونا. لماذا هذه الصورة لا يستقيم؟ يمكن نعود مرة ثانية. يأيونا. يأيونا. لا تستقيم صوتيا. يأيونا. صحيح؟ صحيح. لأن الهمزة مكسورة. والواو واو. الواو. فكيف يجتمع الهمزة والواو؟ آسف الكسرة والواو. ما تجتمعش أبدا. نقلب كسرة الهمزة إلى ضمة لتناسب الواو فصار فعل يؤون. صحيح؟ هذا هو. نعم قول يا شيخ فخر. زادك الله علما. قول قول يا شيخ فخر. ربنا يجعلك من العلماء أنت وهؤلاء. آمين. وتحيوا هذا الدين إن شاء الله يعني على رأس كل 100 عام إن شاء الله من يجدد لأمة دينها. اللهم اجعلكم من هؤلاء. آمين يا رب العالمين. واجعلنا إن شاء الله جميعا من هؤلاء. ودية وقت إجابة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. نعم لابد أن يكون هذا هو غايتكم. هذه هي غايتكم المحافظة على هذا الدين وتوصيله للناس وتجديد أمره. هذا هو. واضح؟ مش بتتعلموا كده هباء منثورا. لا تركتم الأوطان والأهل والأحباب من أجل هذا من أجل هذا الدين. واضح يا طلاب العلم؟ هذا هو. تفضل مين سؤالك؟ فين سؤالك؟ انت نائم. انا مصر جدا انك نائم. عيناك تقولان انك نائم. انا تعبت لكن لست نائم. طيب هاتوا طعام يا اولاد. هاتوا طعام ولا الطعام ينيموا اكثر. صحيح؟ صحيح شكرا. انا مستيقظ منذ بدايه. طب الحمد لله. طب لماذا لم تسأل؟ فهمت كل شيء؟ الحمد لله ما شاء الله. ربنا يجعلك من العلماء. قول يا رب. قول يا شيخ زيد الخير. سيدي قول نكتب همزه على الواو. لا على على لا على الف احسن. على الف افضل. فيها خلاف على فكره. الشيخ عبد السلام هارون كتبها على السطر وعليها ضمه. الشيخ عبد السلام هارون بس هناك رأي قال لك اقطعها على واو على هاء ألف. يلا مش إشكال. الرسم مختلف فيه برضه واختلاف العلماء رحمة فعلا. يلا يا شيخ نجوم بقى اسأل. اسأل يا حبيبي أنت. ها قول يا مهيمن سؤالك إيه؟ طيب يا واد يا محمد أنت يا بتاع ال ها تمنين داغستان. ايوه داغستان. ها فهمت الحمد لله. كل الحمد لله. قال ولا فائدة من ذكر الامر. نكمل بقى الامر بقى. قلنا طيب خلاص ثم تقول اي مش حرف جواب ده اي اي وربي. اي يا هندو. اي يا هندو على وزن ايه؟ عي. الياء دي ايه؟ ياء المخاطبه زي ما قالت افيقه كده. ياء المخاطبه. هذا هو. واضح؟ اي يا هندو على وزن عي بياء المخاطبه واصله اي. نقولها بقى اي دي تتكتب ازاي؟ بهمزة قطع مكسورة
يعني ألف تحتها همزة وتحت الهمزة كسرة. وبعدين ياء مكسورة وبعدين ياء ساكنة. الله، ده حصل هنا ايه يا ولد؟ تتابع أصوات المد واللين، تتابعت كما كان يقول الشيخ عبد الصبور شاهين، تتابعت أصوات المد واللين التي هي من جنس واحد، تتابعت أصوات المد واللين التي هي من جنس واحد فثقلت في اللسان. كان يقول لنا كده الشيخ عبد الصبور، سيدنا الشيخ رحمة الله عليه، علمنا، فاللهم اجزيه خيرا عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين. آمين يا رب العالمين. رحمة الله عليه وعلى سيدنا الشيخ بشر وكل العلماء والمشايخ الذين علمونا. واضح يا شيخ شهير؟ هذا هو. طيب نعمل ايه؟ قال لك دي صار ثقلت في اللسان، يبقى لابد من ايه؟ من الحذف. اول حذف سيحدث يا شهير هو حذف الكسرة التي في الياء الاولى، حذف الكسرة التي في الياء الاولى. فالتقى ساكنان الياء والياء، واضح؟ فنحذف الياء الاولى لانها محل التغيير، والعلل الاربعه اللي احنا قلناها من زمان، فصار الفعل اي على وزن ايه؟ عي، يعني كي نفسك يا هندو من النار، وعي وقصد وإي، هذا هو. واضح؟ واضح يا شيخ زيد؟ طيب. قال: قلت تتابعت أصوات مد ولين وهي من جنس واحد، فحذفت كسرة الياء الأولى التي هي لام الفعل استخفافا، يعني طلبا للخفة، ثم حذفت لالتقاء الساكنين فصار الفعل إي. ثم نقول هكذا، واضح؟ طيب نيجي نكمل بقية التصاريف أو الإسناد، إسناد الفعل إي. احنا قلنا إيه يا زيدان، ونفس الكلمة إيه يا الله يفتح عليك، قول أمين. إيه يا هنداني على وزن إيه، وتقول إينا إينا بهمزة قطع مكسورة وياء ساكنة ونون. إينا يا هنود على وزن إيه؟ علنا. مش هنعزف اللام هنا، مش هنعزف اللام، فاللام مثبوتة يا طلاب العلم ويا طالبات العلم، اللام إيه؟ مثبوتة. إينا يا نساء على وزن علنا. ثم نقول في التوكيد بقى بقية اللي هو إينا برد الإيه؟ ها؟ برد الياء، رد المحذوف، زي ما قلنا قبل ذلك. إينا يا زيد برد الياء، قلت برد الياء لما عرفت. هذه المسألة ذكرناها قبل ذلك كثيرا جدا، أليس كذلك؟ طيب إينا بهمزة كسر، بهمزة قطع مكسورة وياء مفتوحة ونون مشددة مفتوحة. إينا يا زيد برد الياء لما عرفت. إياني يا زيداني، إياني على وزن عيلاني يا زيدان. وبعدين طب والبقى والمضارع قلنا همزة مضمومة ونون مشددة قلنا. طب فين الواو؟ حذفت واو الجماعة محذوفة لدلالة الضمة عليها، قلنا لأنها التقى ساكنان
الواو والنون الأولى من النونين، فحذفت الواو وضم ما قبلها للدلالة عليه، أن يا زيود، وبعدين إن، مش إن الله وملائكته يصلون على النبي، لا دي إن التانية دي حاجة تانية، دي إن برضو زي التانية بالضبط، بس إن دي على وزن إيه؟ عنا، هذا هو واضح؟ يا هندو، إن يا هندو. طب وفين الياء؟ قال لك حذفت لأن التواء الساكنين، واضح؟ حذفت الواو والياء، يعني الواو واو الضمير وياء الضمير أيضا لالتقاء الساكنين ودلالة الضمة والكسرة عليهما. طيب وتقول بقى في المثنى إيه؟ إياني يا هنداني، على وزن إلاني برضو زي يا زيدان، هي هي في المثنى. طيب في المؤنث قال لك وإيناني، إيناني بهمزة قطع مكسورة وياء ساكنة ونون وألف ونون مشددة، إيناني يا هنود على وزن علناني، على وزن إيه؟ علناني، هذا هو واضح؟ مفهوم يا أولاد؟ أدي قوله ولا فائدة في ذكر الأمر، هذا هو الأمر كله مؤكدا وغير إيه؟ وغير مؤكد، واضح؟ طيب فإن المصنف يعلل، يعلل فإن تعليل لقوله ولا فائدة في ذكر الأمر، تعليل لهذا القول، فإن المصنف يعني الإمام الزنجاني رحمة الله عليه لا يذكر شيئا من التصاريف غير الماضي والمضارع إلا وفيه أمر زائد ليس في المشبه به، وهنا ما فيش أمر زائد، فلماذا سيذكره؟ أراد أن يقول وكأنه يريد أن يقول ذلك، ولكن ذكرناها من باب إتمام الفائدة. نأتي إلى الفعل وأوى يأوي أيا، أوى يأوي أيا كشوى يشوي شيا بالضبط، هذا مثال للمهموز الذي هو من قبيل اللفيف المقرون، اللفيف الايه؟ المقرون. ونحن قلنا قد تناولنا شوى يشوي شيا وتكلمنا فيها كلاما طويلا كثيرا، أليس كذلك؟ نفس الشيء هنا، لكن سنذكر بعضا منه. أولا أوى، هذا الفعل من باب أوى يأوي، من باب ضرب يضرب، من باب ضرب يضرب، أوى يأوي من باب ضرب يضرب، هذا هو أصله. أوى يا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ياء ألفا وصار الفعل أوى، والمضارع أصله يأوي وبعدين فقط لم يحدث شيء فيه، شيء فيه إلا أو سوى أنهم استثقلوا الضمة على الياء فحذفوها استثقالا، وصار المضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من زوال الإيه؟ الثقة، هذا هو. طيب قبل أن نكمل نريد أن نعرف معنى أوى يأوي وماذا قال اللسان فيه كالعادة كما نفعل ذلك دائما. الله أكبر. بعد الله
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يقول لسان رحمة الله عليه يا إندونيسي: أويت منزلي، يعني إلى منزلي. وإلى منزل يعني يجوز أن تقول بالحذف، بحذف الخافض أو من زيه، ويجوز أن تثبت الخافضة. هكذا قال: أويت منزلي، يعني إلى منزلي. وجائز أن تقول أويت إلى منزلي، يبقى مرة أثبت الخافض يا زياد، ومرة حذف الإيه؟ الخافض، أو نزع الخافض يا شهير. أويت منزلي وإلى منزلي أوية، أوية بهمزة قطع مضمومة وواو مكسورة وياء مشددة منونة، أويا أوية وإوية، يبقى زي الأولى بس الهمزة مكسورة، أوية وإوية فقط، الفرق بينهما ضم الهمزة وكسرها. وأويت وتأويت بتجديد الواو، وأويت وتأويت وأتويت، كلها بمعنى وأويت وتأويت وأويت وأتويت، يبقى ثلاثة هم: أويت فعلت، وتأويت تفعلت، وأتويت افتعلت، كلها بمعنى أي عدت، أي عدت، عدت إلى البيت يعني. هذا هو، هذا من الايه، منقول من الازهري. مضبوط مضبوط. تقول العرب: اوى فلان الى منزله ياوي، اويا على فعول. يبقى اويا دي اللي احنا قلناها في الاول دي وزنها ايه؟ فعول، اويا على فعول. ثم قال اللسان: ويأتي مقصورا وممدودا. ايه مقصورا دي؟ اللي هي اوى. وايه ممدودا دي؟ قال لك اوى. الم يجدك يتيما فايه؟ فاوى. هذا هو. فمن القصر الحديث، اللسان بيقول لك كده، فمن القصر يعني مما يدل على القصر الحديث: أما أحدهم فأوى إلى الله، دي جزء من حديث أولاد. أما أحدهم فأوى إلى الله، أي رجع إليه، أي رجع إليه. ومن الممدود يعني الشاهد على آوى الدعاء، حديث الدعاء
الذي يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي كفانا وآوانا. الحمد لله الذي كفانا وآوانا. فكم ممن لا ملجأ له ولا إيه ولا مأوى. بقية الحديث يعني أي ردنا، يقول اللسان انتهى الحديث كده اللي هو الحمد لله الذي كفانا وآوانا. يقول اللسان أي ردنا إلى مأوى لنا. مأوى تكتب على وزن مفعل، يعني ميم مفتوحة وهمزة ساكنة وواو منونة وألف لينة. مأوى واو منونة وألف لينة. أي ردنا إلى مأوى لنا، ده كلام اللسان. ولم يجعلنا، كلام اللسان برضه، ولم يجعلنا منتشرين كالبهائم. ما هو البهائم ما لهمش مأوى، صح؟ أعزنا الله وإياكم، الكلاب والقطط لها مأوى هائمة في الشوارع وغير ذلك. لكن من 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 نعم الله على الإنسان، ومن باب ولقد كرمنا بني آدم، أن جعل لهم مأوى يبيتون فيه. ولذلك الناس الذين يعيشون في الشوارع وينامون في الطرقات هذا جرم عظيم في حق الإنسان وفي حق الإنسانية. لأن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، ومن صور تكريمه إياه أن جعل له مأوى يأوى إليه. هذا هو. لكن الذي يفترش الطرقات هذا جرم عظيم، وكان لا يحدث ذلك في أيام الخلفاء ولا في أيام الأولى. هذا هو. واضح؟ نعم. خلاص، يبقى ده كلام اللسان يا أولاد. عرفنا أن إيه وآيأوي أيا لهذا المثال اللفيف المقرون وغير ذلك. خلاص، نيجي نشوف بقى الكلام الذي في الصرف. قال: وأوى يأوي أيا كشوى يشوي شيا. وأصل أيا أويا على وزن شويا. طبعا التقط الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أضغمت الياء في الياء فصارت الكلمة أيا على نظيرها شيا. وهكذا ذكرنا الكلام ده قبل ذلك. نعم. وكأن ولا فائدة في ذكره إذ ليس فيه أمر إيه برضو زائد. وكأن فائدته أنه قال حكمه في التصاريف حكم شوى إيه يشوي. هذا هو واضح. قوله والمصدر ليس من التصاريف دي مسألة طويلة شوية، نرجئها إن شاء الله إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى.